السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في فيديو جديد في كورس الداتا سيكيورتي بعنوان شابتر 2 ريسك اند ريسك مانجمنت. طيب بفكركم بالكورس كونتنت بتاعنا، خلصنا شابتر 1 والنهارده هنتكلم عن شابتر 2. طيب هنتكلم عن ايه في الفيديو النهارده؟ أول حاجة هنتكلم عن ايه هو الريسك، بعد كده ايه هو الريسك مانجمنت، بعد كده ايه الميجور سيستم اليمنت ات ريسك، وهنتكلم عن 9 ريسك اسسمنت ستيب اللي هم التسع خطوات اللي قدامكم دولت، وفي الآخر هيبقى في جزء خاص بالأسئلة ام سي كيو ترو فولس. طيب نبتدي أول حاجة نتكلم عن الريسك. بيقول لك عشان تبقى قادر تعمل ريسبوند وريكفر لاي حادثه ممكن تقابلك او اي حادث ممكن يقابلك يسبب لك ضرر، سواء عن عمد او قصد او من غير قصد، لازم تعمل analyze and manage risk possibilities. خلاص. طيب المانج الريسك بوسيبيلتيز دوت او المجال دوت شامل ايه؟ اول حاجه اسمها ريسك مانجمنت. ريسك مانجمنت ده معناه ان احنا هنعمل ايدنتيفاينج للريسك وايفالويتنج او ميجرنج للريسك، وهنعمل كنترولنج للريسك. يعني ايه ايدنتيفاينج وايفالويتنج وكنترولنج؟ اجلها بالظبط سلايدين وهقول لك يعني ايه الكلام ده. بعد كده الريسبونس. الريسبونس ديت عباره عن الاكتيفيتيز هعملها لما يحصل لي اي مشكله ليها علاقه بالسكيورتي. خلاص. يبقى الريسك مانجمنت ايدنتيفاينج ايفالويتنج كنترولنج الريسك، ولازم الثلاثه. اما الريسبونس ديت عباره عن شويه اكتيفيتيز بعملها لما يحصل حاجه عندي متعلقه بالسكيورتي. طيب الكونتنجنسي اوبريشن اند ريكفري. الكونتنجنسي اوبريشن ديت بيقول لك ايه؟ ان احنا هنعمل شويه اكتيفيتيز كده هتخلينا نشغل الكريتيكال بزنس كريتيكال بزنس فانكشن تو كونتينيو اندر ليس ذان ايديال سيركمستانسز. لا انا هشغل او هعمل خطه بديله علشان اشغل الكريتيكال بزنس فانكشن، اهم فانكشن عندي في المنظمه، بظروف تحت ظروف اقل من المثاليه او اقل من الطبيعي. طب ليه بشغل اقل من الطبيعي؟ انا مثلا افترض ان انا عندي في المنظمه بتاعتي الكهرباء قطعت مثلا، فلما الكهرباء تقطع هكون جاهز بكونتنجنسي اوبريشن او خطه بديله، ان انا اكون جايب مثلا جنريتور اللي هو المولد بتاع الكهرباء دوت. فهقول ايه؟ مثلا لو انا عندي 100 تكييف، لا بدل ما اشغل 100 تكييف كلهم في الكونتنجنسي اوبريشن او على المولد، هشغل لا 10 بس اللي هم في الاجهزه بتاعت الكمبيوترات او السيرفرات. ماشي. وبدل ما انا عندي 100 جهاز، لا انا كتير، انا هشغل ايه 100 او 50 جهاز بس او 30 جهاز يعملوا لي المهام الاساسيه والوظائف الاساسيه اللي من غيرها انا هبوظ خالص. ماشي. طيب دي كونتنجنسي اوبريشن. ممكن مثلا ان انا اعمل باك اب، ان انا اعمل باك اب للداتا لو حصل حاجه، دي ممكن تبقى كونتنجنسي اوبريشن. طيب سؤال بقى، بيقول لك ايه؟ هنكونتينيو اندر ليس ذان ايديال سيركمستانسز، هنشتغل اقل من الطبيعي. طب هو انا اللي احسن، الكونتنجنسي اوبريشن ولا النورمال اوبريشن؟ ها طبعا النورمال اوبريشن. النورمال اوبريشن ده الطبيعي بتاعي، اما الكونتنجنسي اوبريشن دوت اقل من النورمال اوبريشن. خلاص. بس طبعا الكونتنجنسي اوبريشن احسن من ما فيش خالص. ماشي. يعني ان اشتغل بظروف او بامكانيه اقل من الطبيعي احسن من ان انا ما اشتغلش خالص. طيب بعد ما اعمل القصه ديت هعمل ايه؟ هعمل ريتيرن تو نورمال اوبريشن اللي هو ريكفري بقى. خلاص ايه، هقدر اصلح المشكله اللي حصلت عندي. طيب دي كده كانت كونتنجنسي اوبريشن وريسبونس وريسك مانجمنت. طيب الريسك بقى نيجي يعني ايه ريسك؟ بيقول لك الريسك ديت فانكشن اوف بروبابيلتي، احتماليه. احتماليه ايه بقى؟ ان يكون في ثريت بيستغل الفولنربيلتي عندي والامباكت بتاعه ان هو هيسبب لي ادفيرس ايفنت او هيسبب لي ضرر في المنظمه بتاعتي. اه بروبابيلتي اوف جيفن ثريت اكسرسايزنج ا بارتيكولار فولنربيلتي، في خطر عندي هيستغل نقطه ضعف موجوده في السيستم. طيب والتاثير بتاعه ايه؟ ان هو هيسبب لي ادفيرس ايفنت on the organization. ماشي. انا عندي بقى نوعين من الريسك، حاجه اسمها نيجاتيف ريسك وحاجه اسمها بوزيتيف ريسك. البوزيتيف ريسك دوت عباره عن ايه؟ فاكرين الريسك مثلا اللي احنا كنا بناخده في الفاينانس اللي هو ده ريسك بيجيب لي عائد، ان هو كل ما زود الريسك هيبقى فيه ريتيرن. ماشي. دوت البوزيتيف ريسك، ودوت مش موجود عندي في مجال الاي تي. الموجود عندي في مجال الاي تي حاجه اسمها نيجاتيف ريسك، بس نيجاتيف ريسك دوت ده اللي بيسبب لي ضرر على طول. ماشي. ما فيش اي عائد بيجي لي منه، النيجاتيف ريسك دوت بيسبب لي ضرر بس. اه كنت عايز اتكلم حاجه في حاجه بقى بالنسبه للموضوع دوت، حاجه زي دي اتقالت في المحاضره. ماشي. بس مش موجوده عندنا في الكتاب عشان ناس كتير قوي كلموني من شابتر 1، هل انت قلت الحاجات او النوتس اللي الدكتور قالها في المحاضره؟ اه طبعا قلتها في شابتر 1 وهقولها برده في شابتر 2، بس مش لازم عند كل نقطه اجي اقول لك ايه ده اتقال في المحاضره. انت افهم بقى، طالما مش موجود عندك في الكتاب او مش موجود قدامك في ماتيريال يبقى دوت ايه اتقال في المحاضره. مين انا اشك اصلا ومتاكد 100% ان هو مش هيجيب حاجه من الكلام دوت، بس ايه بريحكم برده وبقوله. طيب حلو قوي. الريسك دوت بقى بيجي لي منين؟ بيجي لي من حاجتين، الثريت والفورنابيلتي. ثريت ونقطه ضعف موجوده في السيستم. طبعا احنا اتكلمنا عن ايه ثريت واتكلمنا عن ايه يعني ايه فورنابيلتي من شابتر 1. خلاص. يبقى هم دول اللي بيسببوا لي الريسك، من غيرهم هم الاثنين مفيش ريسك. طب لو شلت الثريت ومفيش فورنابيلتي برضه مش هيبقى في ريسك، ولسه هنتكلم عن القصه ديت كمان شويه. طيب ده كده كانت شويه ديفينيشن كده عندي. نيجي بقى ريسك مانجمنت. يعني ايه ريسك مانجمنت؟ ريسك مانجمنت دوت بيقول لك بيخليني اعمل بالانس ما بين الاوبريشنال والايكونوميك كوستس، ما بين الاكسس بين الاوبريشن. فاكرين اتكلمنا عن الموضوع ده في شابتر 1؟ خلاص. اللي هو اوازن ما بين
اللي هو العمليات التشغيليه اللي موجوده عندي في السيستم، وفي نفس الوقت في الامان، وما ازودش التكلفه، لان انا كل ما ازود في السكيورتي كل ما ايه هيبقى في ايكونوميك كوست عاليه، صح؟ فانا بعمل بالانس ما بين الاوبريشنال وايكونوميك كوست، وبرضه لو غليت او زودت السكيورتي الكوست هتزيد، وكمان اللي هيبقى فيه بطء في السيستم، خلاص دي طبعا حاجه وحشه. طيب ايكونوميك كوست اوف بروتكتيف ميجر اند اتشيف جين ان ميشن كابابيلتي باي بروتكتنج الاي تي سيستم، طبعا انت هتبقى حاجه حلوه ليك انك يعني ده هيبقى جين انك قدرت تحمي الاي تي سيستم وقدرت تحمي الداتا بتاعتك. طيب الريسك مانجمنت از كونسرند ويز ايدنتيفاينج يور ريسك اند دروينج اب بلانز تو ماينمايز ذا افكت ان ا ميثودكال واي، بطريقه منهجيه مش طريقه عشوائيه، بيقلل الريسك بطريقه منهجيه. طيب تعال نشوف يعني ايه ريسك مانجمنت. بيقول لك ريسك مانجمنت از ذا بروسيس اوف ايدنتيفاينج ميجرينج كنترولينج اند سيرتين ايفنت. ايدنتيفاينج الريسك انك تحدد اصلا ايه الريسك اللي عندك. طيب ميجرينج الريسك تعمل كلاسيفيكيشن للريسك، والله دوت هاي ريسك دوت لو ريسك دوت مودريت ريسك، ماشي. كنترولينج الريسك، كنترولينج الريسك بقى انك تعمل سكيورتي امبلمنتيشن او تحمي نفسك بقى من الريسك او الخطوات اللي بتاخدها فعليا علشان تحمي نفسك من الريسك، ماشي. طيب ده كده كان ديفينيشن بتاع الريسك مانجمنت، ولازم التلاته ايدنتيفاينج وميجرينج وكنترولينج. طيب الريسك اسيسمنت، ريسك اسيسمنت هما حاجتين بس، ايدنتيفيكيشن اللي هي ايدنتيفاينج اند ايفالويشن اوف ريسك بس. طب لو زودت معاهم كنترول، لا يبقى انا كده بتكلم عن الريسك مانجمنت، خلاص يبقى الريسك اسيسمنت مجرد بس ايدنتيفيكيشن وايفالويشن للريسك. طيب ريسك ميتيجيشن، ريسك ميتيجيشن دوت اللي هو بيعمل لي ريسك ريديوسنج ميجر، يعني انا بقلل الريسك، ماشي، وكمان برتب الريسك، مش مجرد بقلله بس، ده انا برتب الريسك كمان. خلي بالك بقى انا مش بحمي نفسي من كل الاخطار زي ما قلت لك، انا عندي مثلا هاي ريسك لو ريسك مودريت ريسك، انا قررت والله انا هحمي الهاي ريسك بس، ماشي. وطبعا احنا عندنا كل انواع الريسك، مثلا الشخص اللي ماشي في الشارع، انت ماشي في الشارع دلوقتي وماسك شنطه في ايدك، ماشي مثلا في نص الشارع في منطقه مثلا مقطوعه، في احتماليه ان حد الموتوسيكل يجي كده يخطف الشنطه منك، ماشي، انت كده هاي ريسك، ماشي في شارع مقطوع ما فيهوش حد، ماشي في نص الشارع وماسك الشنطه في ايدك كده ومش ماسكها كويس، سايبها كده، خلاص ده هاي ريسك. على عكس مثلا لما تكون ماشي على الرصيف وماسك الشنطه بتاعتك كويس وفي حته زحمه، في حته يعني حته امان، ده انت كده ايه لو ريسك. طيب خلاص كده زي ما اتفقنا، الريسك مانجمنت عباره عن ايدنتيفاينج وميجرنج وكنترولينج الريسك، بعمل ثلاث حاجات، اما الريسك اسسمنت ايدنتيفيكيشن وايفالويشن للريسك بس، اما الريسك ميتيجيشن دوت اللي بيقلل لي الريسك، بيعمل ريسك ريديوسنج، ومش بس كده ده بيرتب الريسك كمان. طيب خلي بالك يعني الايفالويشن اند اسسمنت از ا كونتينوال ايفالويشن بروسيس، دي عمليه مستمره، ماشي. يعني مثلا الحمايه اللي كنت عاملها السنه اللي فاتت مش هتنفع السنه دي، فلازم اعمل حاجه جديده، عشان كده بيقول لك كونتينوال ايفالويشن بروسيس، انا مش مجرد بعملها مره واحده وخلاص، لا ده انا بعملها على طول طول ما انا شغال، ماشي. عايز اقول لك على حاجه كمان، نفترض ان هو دلوقتي قال لك مثلا سؤال ترو فولس ان الريسك مانجمنت كونتين ريسك اسسمنت، هتبقى ترو ولا فولس؟ يعني الريسك مانجمنت جواها الريسك اسسمنت، ها ترو ولا فولس؟ طبعا ترو. طب لو قال لك العكس، قال لك الريسك اسسمنت كونتين ريسك مانجمنت، طبعا فولس، ماشي. احنا خلينا عارفين ان الريسك اسسمنت والريسك ميتيجيشن ديت حاجات جوه الريسك مانجمنت، الاساس عندي الريسك مانجمنت. طيب ما تيجي نشوف الريسك مانجمنت بروسيس. الريسك مانجمنت بروسيس مكونه من خمس خطوات، اول حاجه كوميونيكيشن اند كونسلتيشن، بعد كده استابليشنج ذا كونتكست، بعد كده ريسك اسسمنت وجواها ثلاث خطوات، بعد كده ريسك تريتمنت، بعد كده مونيتورنج اند ريفيو. تبتدي اول خطوه كوميونيكيشن اند كونسلتيشن، وهبتدي لك الاول بهقول لك باللي اتقال في المحاضره، عشان الجماعه اللي بيهتموا قوي باللي اتقال في المحاضره انا هقول لك الاول هو اللي اتقال في المحاضره، بعد كده هخش لك في الكلام. طيب او في اول خطوه عندي قال لك في الاول بحط الهدف بتاعي، مثلا عايز احقق او الاوبجكتيف بتاعي، يعني مثلا عايز احقق كونفيدنشاليتي، عايز احقق افيلابيلتي، عايز احقق انتجرتي، هل عايز احقق اتنين منهم ولا عايز احقق ثلاثه ولا عايز احقق واحده بس؟ اصل على فكره مش شرط ان احقق الثلاثه، خلاص. طيب خلاص اتفقنا، اول خطوه ديت بنحط فيها ايه الاوبجكتيف بتاعي. عندنا مثال مثلا على كده ان الكليه ممكن تهتم ب 100% انتجرتي، 100% انتجرتي، انت الداتا بتاعتك او الدرجات بتاعتك لازم تكون يكون فيها انتجرتي من سنه اولى للرابعه، ما يحصلش خطا، لو حصل خطا تبقى كارثه، ماشي. بس مش هتهتم قوي بالافيلابيلتي مثلا، مش هتصرف كتير في الافيلابيلتي، السيستم واقع اصبر لما يخف بعد كده نتيجتك، خلاص. اما بالنسبه لها واللي هتصرف هتحط فلوسها فيه وهتهتم بيه قوي الانتجرتي، ماشي. ممكن
ممكن برضه كونفيدنشياليتي طبعا. دي كده اول خطوه. ثاني خطوه بقى هنخش بقى على ثاني خطوه. في ثاني خطوه بنحدد السكوب باوندري بتاعتنا، فاكرين السكوب اللي اتكلمنا عنها في بروجكت مانجمنت، بتحدد السكوب الحدود بتاعتك اللي انت هتشتغل فيها. والله احنا من ستيب 1 اتفقنا ان احنا هنشتغل على ايه، مثلا اتفقنا بالنسبه لمثال الكليه يعني اتفقنا احنا هنحقق 100% انتجرتي خلاص، و افيلابيلتي يعني لو افيلابيلتي مش هصرف كتير في الافيلابيلتي، وميديم كونفيدنشياليتي خلاص. دي الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها ماشي. بس خلاص هو دوت اللي انا هشتغل عليه، حددت ايه السكوب باوندري بتاعي. طيب في ثالث ستيب، ثالث ستيب هنعمل حاجه اسمها ريسك اسسمنت. وفي الريسك اسسمنت ديت اول حاجه هشوف ايه الثريتس اللي عندي في السيستم، ايه الفورنابيلتي الموجوده عندي في السيستم. بعد كده بحدد الليفل بتاع كل ريسك اللي هو يعني اعمل كاتيجوري لكل ريسك مثلا خلاص. ثالث حاجه بقى برتب الريسك. طيب نيجي رابع خطوه، ريسك تريتمنت. ريسك تريتمنت بقى اللي هي الكنترول اللي انا اتكلمتك عنها فوق اهو، الكنترولنج اللي هو ايه، هتتعامل مع ريسك ازاي، ازاي هتشيل الريسك ده خلاص. هو ده الكنترول، ازاي هتشيل الريسك ده. والكنترول هي ريسك تريتمنت، هي السكيورتي امبلمنتيشن خلاص. طيب دي كده في رابع خطوه. خامس خطوه بقى، خامس خطوه مش معنى انك عملت الحمايه يبقى كده خلاص، لا هتتابع بقى هل ظهر ثريت جديد او ظهر فورنابيلتي جديد او في اي حد حاول يعمل سباي على السيستم بتاعنا ولا لا. مثلا ممكن في اخر خطوه ديت تجيب ايه، تجيب حد متخصص تقول له ايه اعمل هاك على السيستم ده. طبعا انت مش هتدي له اي حاجه ليها علاقه بالسيستم، انت هتقعده بس كده على الجهاز، اتصرف بقى اتصرف واعمل لي هاكينج على السيستم ده. لو نفع بقى كده خلاص الحمايه بتاعتي كويسه، لا سوري لو ما عرفش بقى كده الحمايه بتاعتي كويسه. اما لو عرف لا بقى كده الحمايه بتاعتي فيها مشكله، وهعيد الريسك مانجمنت بروسيس ديت من اول وجديد. طيب ده كده زي ما قلت لك الكلام اللي اتقال في المحاضره. تعال نشوف بقى الكلام المكتوب في الكتاب. قال لك اول خطوه كوميونيكيشن كونسلتيشن ميكانيزم اولز بروفايد مين تو كوميونيكيت ذا بروجرس اند كونسيرن ات ايتش ستيب اوف ذا بروسيس وذ بارتيز انفولفد. لو انت هتشوف ازاي انت هتتابع البروجرس اللي هيحصل في البروسيس بتاعتك، وازاي وكل ستيب هتعمل فيها ايه بالظبط خلاص. طيب وطبعا هتحدد who will participate in each of the components in the risk management process، هتحدد كل خطوه مين اللي بيشارك فيها. طيب بعد كده تاني خطوه establishing the risk context. establishing the risk context اتفقنا بتحدد ايه السكوب باوندري بتاعتك والريسك كرايتيريا بتاعتك اللي انت مش هتطلع براها. السكوب باوندري زي ما اتفقنا ده اللي احنا اتفقنا على احنا هنحقق 100% انتجرتي، هاي انتجرتي خلاص، مقابل لو افيلابيلتي وميديم كونفيدنشاليتي خلاص كده، ده اخري مش هعمل اكتر ولا اقل ماشي. نيجي تالت خطوه ريسك اسسمنت. ريسك اسسمنت بروسيس از اكامبلشد ان 3 ديفرنت ستيب، في جواها تلات خطوات فرعيه، ايدنتيفيكيشن اناليسيس اند ايفالويشن. يعني من الاخر كده بعمل حاجه اسمها ايه انالايزنج الريسك. ايه الانالايزنج الريسك دوت؟ اللي انا بحدد ايه العلاقه ما بين الثريتس والفورنابيلتي والكنترولز خلاص، وبحدد كمان الليفل اوف ذا ريسك. بحسب الكلام دوت منين؟ عن طريق الفاليو اوف ذا اسيتس. ما انا طبعا لما اجي امن مثلا سيرفرات حاجات حساسه عندي في منظمه، غير لما امن حاجات تعبانه يعني مثلا السيرفر الاوضه بتاعت السيرفر مثلا، لا ده انا اعمل عليها فيزيكال سيكيورتي جامد، احط كاميرات احط حديد احط ايه ناس امن عليها خلاص. على عكس مثلا لما امن حاجات عاديه في المنظمه خلاص، وستريتس تو اسيتس تو ذا اسيتس الاخطار اللي بتهدد الاسيتس دوت، وحاجه اسمها فورنابيلتي اند لايكلي هود اوف اكسبلينيشن. يعني ايه لايكلي هود اوف اكسبلينيشن؟ ليه بتشوف ايه امكانيه ان الثريت عندك يستخدم فورنابيلتي خلاص وهسبب لك ضرر في السيستم خلاص. بقى لايكلي هود اوف اكسبلينيشن بتشوف مدى ان الثريت عندك يستغل او يستخدم فورنابيلتي ويسبب لك ضرر في المنظمه بتاعتك خلاص. يبقى كده انالايزنج الريسك، بتشوف الريليشن شيب ما بين الثريت وفورنابيلتي والكنترولز، وبتشوف الليفل اوف ذا ريسك، بتحسب الليفل اوف ذا ريسك من الحاجات ديت. طيب ذا نيجاتيف امباكت كان ديسكرايبنج لوس الاخر كومبينيشن اوف اني اوف ذا فولوينج ثري سكيورتي اوبجكتيف. انت بتقيس النيجاتيف امباكت بيأثر لك على سي اي اي كونفدينشاليتي انتجرتي افيلابيلتي اللي هي الثري سكيورتي اوبجكتيفز ديت. الريسك بيأثر على او النيجاتيف امباكت بيأثر على الثلاث حاجات دول. طيب عندي بقى حاجتين، حاجه اسمها كوانتيتيف ريسك اناليسيس وكواليتيتيف ريسك اناليسيس. كوانتيتيف ريسك اناليسيس دوت اللي هو ايه، بيقيس الريسك في حاجه يعني بشكل رقمي. مثلا يقول لك الريسك هنا في ريسك بنسبه 70%، في ريسك بنسبه 50% خلاص. انت بتشوف ايه كوانتيتي، بتشوف الكوانتيتي كوانتيتيف ريسك. طيب طب كواليتيتيف، كواليتيتيف لا والله انت بتقول ده في هنا هاي ريسك او في ميديم
ريسك او في لو ريسك، او انت مثلا عامل سكيل الريسك عندك من 0 ل 5. 0 دوت يبقى انت كده ايه لو ريسك، 3 يبقى دوت ايه ميديوم ريسك، 5 يبقى دوت ايه هاي ريسك. بس ولازم يكون في فارق ما بين الارقام، ما يكون ما تعملش 0 1 2 3 4 5 كده على طول، لا. وبرده زي ما قلت في شابتر 1 ابسط مثال ان هو يفرق لي ما بين الكوانتيتيف والكواليتيتيف، ان الكوانتيتيف دوت مثلا عامل زي ما تجيب نتيجتك بالارقام، يقول لك انت جايب 90 انت جايب 80 خلاص. اما الكواليتيتيف لما تجيب نتيجتك بالتقديرات تقول ايه انت جايب ايه بلس، انت جايب بي بلس، انت جايب بي، انت جايب سي، خلاص هي ديت كواليتيتيف. وزي ما اتفقنا لو تفتكر ان انا قلت لك ان السكيورتي، السكيورتي قلت لك في شابتر 1 السكيورتي ايه، ها كوانتيتيف ولا كواليتيتيف؟ كواليتيتيف اناليسيس. طيب الريسك تريتمنت، الريسك تريتمنت هتشوف انت ازاي هتعمل الريسك دوت، هتعمله ميتيجيتد، ازاي هتقلل الريسك دوت، او ازاي هتخفي الريسك دوت، او ازاي هتقلل الضرر بتاع الريسك دوت. During evaluation different level of risk are determined. طبعا في الايفالويشن احنا حددنا الليفل بتاع الريسك او عملنا كلاسيفيكيشن للريسك، وبناء عليه في الريسك تريتمنت هيختار الابروبريت سوليوشن، الحل المناسب. طيب مونترنج اند ريفيونج، زي ما اتفقنا المونترنج اند ريفيونج دوت عباره عن كونتينوس مونترنج اند ريفيونج، حاجه كونتينوس، حاجه مستمره معاك، لان مثلا الريسك اللي انت عملته السنه اللي فاتت او الكنترول اللي انت عملته السنه اللي فاتت مش هينفع معاك السنه دي، فلازم تعمل ريسك مانجمنت بروسيس جديده خلاص. ولازم تتابع دايما وتحدد هل ظهر نيو ريسك ولا لا، هل ظهر عندك فورنابيلتي جديده ولا لا، اهو تو انشور ذات ذا ريسك مانجمنت بروسيس افكتيف اند تو ايدنتيفاي اني نيو ريسك، عشان كده هي كونتينوس بتحدد اي نيو ريسك ظهر جديد او اي ميتيجيشن ممكن تعمله او اي تشينج في بروجكت انفايرمنت. طيب دي كده كانت الريسك مانجمنت بروسيس. ماشي مديك مثال كده للريسك كلاسيفيكيشن، قال لك مثلا الهاي ريسك دوت بيسبب لي لوس اوف كونفيدنشاليتي ولوس في الانتجريتي ولوس في الافيلابيلتي وبيسبب لي اضرار كارثيه خلاص عشان دوت هاي ليفل. طيب المودريت ليفل برضه نفس الكلام، لوس في الكونفيدنشاليتي وانتجريتي والافيلابيلتي، بس بيسبب لي اضرار ايه سيريوس ادفيرس، حاجات خطيره ماشي مش كارثيه. طبعا في فرق كبير قوي ما بين الضرر كارثي وما بين ضرر خطر او ضرر يعني ضرر كبير ماشي. طيب اللو، اللو ريسك برضه نفس الكلام، لوس في الكونفيدنشاليتي وانتجريتي وافيلابيلتي، بس ايه بيسبب لي ليميتد ادفيرس او بيسبب لي ضرر ايه محدود، مش بيأثر قوي على الاوبريشن بتاعت المنظمه او على الاسيتس او الانديفيدوالز بتاعت المنظمه. ودي امثله برضه مديها لك، السوفت وير لي اس اللي هي الكترونيك مش عارف ايه كده سبلاي تقريبا، والسبلايز والبيرسونال والدوكيومنتيشن انفورميشن داتا بزنس سنسيتيف وكوميونيكيشن. طبعا يعني هو في المحاضره مسك كل نوع قاعد يتكلم عنها بتفاصيل شويه خلاص، بس طبعا شايف ان مفيش داعي لكده. يعني مثلا ماسك السوفت وير قال لك ممكن ضرر يجي عن طريق الاو اس او على الابلكيشن او عن طريق السكيورتي سوفت وير، وفي تيست بروجرامرز وكلام عن كل حاجه بالتفاصيل، بس يعني ايه مفيش داعي لكده. طيب نيجي بقى لموضوع تاني، ميجور اليمنت ات ريسك، ايه الريسك الموجود عندي او ريسك ممكن يجي لي منين؟ الثريت فولنبيليتي كنترولز. كلام عن اول حاجه الثريت، الثريت دوت عباره عن ايه؟ ان سيركمستانس اور ايفنت وذ بوتنشال تو هارم ان انفورميشن سيستم، خلاص اي حدث عندي هيسبب ضرر على الانفورميشن سيستم بتاعي بسميه ثريت او تهديد. خلاص بيجي لي منين؟ ممكن يجي لي من ان اوثرايزد اكسس، دخول غير مصرح به، ممكن يجي لي ديستراكشن، ممكن يجي لي ديسكلوجر، ديسكلوجر دوت اللي هو الايه الافصاح، وطبعا ده بقى افصاح غير رسمي او غير قانوني فبالتالي يعتبر تهديد، او موديفيكيشن للداتا. خلي بالك ما قالش ابديت للداتا، قال موديفيكيشن للداتا. موديفيكيشن هو الان اوثرايزد، حاجه غير مصرح بها او حاجه غير قانونيه خلاص. اما الابديت، ابديت دوت الطبيعي اللي بيسبب لي انتجريتي في الداتا، او موديفيكيشن يعني بفقد الانتجريتي بي، وشرحنا الكلام ده بالتفاصيل في شابتر 1 خلاص. يبقى كده الثريت دوت اي سيركمستانس او ايفنت بيسبب لي ضرر على الانفورميشن سيستم. وخلي بالك الانسايدر ار ستيل ذا سنجل بيجست ثريت، الناس الداخليين اللي عندك او الموظفين اللي عندك اي دولت بيسببوا لك اكبر او بالنسبه لك دوت اكبر تهديد ليك خلاص. برضو اتكلمنا عن القصه ديت بالتفاصيل في شابتر 1، لان دولت ايه قاعد ده ليه اكسس على السيستم بتاعك خلاص، فده لو مش عنده تدريب كفايه ومش مش راجل كفء من الاخر هيسبب لك ضرر كبير قوي وهيوديك في 60 داهيه. طيب الثريت فولنبيليتي، فولنبيليتي دي ويكنس انفورميشن سيستم، نقطه ضعف موجوده في النظام بتاعي، زي سيستم سكيورتي بروسيجر انترنال كنترول الاخ الاخ، اند امبلمنتيشن ذات از اكسبلايتد باي ثريت اور ثريت ايجنت. مش فاهم الكلام ده. الاكسبلايت اللي هي الاستغلال، ما مدى ان الثريت عندك يستغل او يكسبلايت فولنبيليتي ويسبب لك ضرر في النظام بتاعك. قال لك حاجه مهمه بقى، قال لك نو ريسك اف ذير از اف ذير ار نو ثريت تو اكسبلايت الفولنبيليتي، ما عندكش ريسك لو ما فيش امكانيه ان الثريت عندك يقدر يعمل اكسبلايت للفولنبيليتي.
بمعنى ان مش هيبقى عندك ريسك لو الثريت دوت او التهديد دوت او الخطر ده ما يقدرش يعمل او ما يقدرش يستغل الفورنابيليتي في ان هو يسبب لك ضرر على النظام. ويوضح لك الموضوع دوت بالريسك ايكوال التي اللي هي الثريت في الفورنابيليتي، ضرب الثريت في الفورنابيليتي ديت معناها ان لازم يكونوا الاثنين موجودين. يعني لو ما عنديش ثريت مش هيبقى عندي فورنابيليتي، لو ما عنديش فورنابيليتي مش هيبقى عندي ريسك. خلاص الريسك وجوده بيعتمد على الاثنين. مثال برضو مثلا قال لك ايه، قاعدين في المحاضره مثلا ونسيت الشنطه بتاعتك في المحاضره وقمت، خلاص ده فورنابيلتي، ده نقطه ضعف. بس ما حدش سرق حاجه او كلنا امناء في المكان يعني من الاخر، خلاص فكده ايه الثريت صفر، خلاص مفيش تهديد عندك، يبقى كده مفيش ريسك. خلاص على الرغم ان في فورنابيلتي انك نسيت الشنطه بتاعتك، بس ايه الناس كلها كويسه، الناس كلها امينه، محدش بيسرق حاجه، فكده اصبح ايه مفيش ريسك. على العكس مثلا لو انت في حته كلها حراميه وبتاع ونسيت الشنطه بتاعتك، دي فورنابيلتي خلاص، بس هيبقى في ثريت، فبالتالي هيبقى في ريسك ان حد يسرق الشنطه بتاعتك. وطبعا انا عندي الثريت والفورنابيلتي برضو انواع، في هاي ثريت، في ميديا، في مودريت ثريت، في لو ثريت، ونفس الكلام برضو في الفورنابيلتي. طيب دي كده كانت القصه بتاعت الفورنابيلتي. طب الكنترولز، كنترولز بقى القصة دي مش واضحة في الكتاب. أنا عندي بقسم الكنترول كذا كاتيجوري، خلاص عندي مثلا أول كاتيجوري في أو أتكلم أو إيه أصلا الكنترول الأول. الكنترول هي تريتمنت، هي سكيورتي امبلمنتيشن. فاكرين تريتمنت اللي قلت لك عليها في الريسك مانجمنت بروسيس، اللي هي ريسك تريتمنت، اللي هي معناها إيه، بتعامل مع الريسك إزاي أو إزاي أشيل الريسك دوت، صح؟ هي دي الكنترول، ماشي؟ هي الكنترول اللي هو أنا إزاي هشيل الريسك دوت، إيه الخطوات اللي أنا هعملها عشان أشيل الريسك دوت، عشان أتعامل مع الريسك دوت، هي ديت الكنترول او حمايه. طيب الكنترول ممكن يكون اوبريشنال كنترول، ممكن يكون تكنيكال كنترول، ممكن يكون ادمنستريتيف بروسيس. تكنيكال كنترول مثلا زي الانتي فايروس اللي انت بتثبته على جهازك، ده تكنيكال كنترول. اوبريشنال كنترول مثلا مثال لو هو ايه دكتور عايز يتاكد ان الامتحان بتاعه هيبقى فيه كونفيدنشياليتي ومحدش هيطلع على الامتحان بتاعه دوت قبل اللجنه، خلاص فهيحط الامتحان في ظرف مغلق وهيسلمه للجامعه وهيمضوا عليه وقصه كده اللي هي ايه الحاجات الاداريه ديت، خلاص. طيب ممكن اقسم الكنترول من جهه مثلا ايه، او كاتيجوري تاني اللي هو من جهه اللي هو طبيعه العمل، ناتشر اوف ورك. ممكن يكون بريفنتيف كنترول، ممكن يكون ديتكتيف كنترول، ممكن يكون كوركتيف كنترول، ولسه هنتكلم عن كل واحد منهم دلوقتي، خلاص. او ممكن اقسم الكنترول من ناحيه تانيه، يبقى عندي سيف جارد كنترول وكاونتر ميجر كنترول. دي من جهه مثلا ان ايه الكنترول دوت موجه لمين. طيب تعالى نتكلم عن كل حاجه بالتفاصيل دلوقتي. زي ما اتفقنا عندي اوبريشنال كنترول، تكنيكال كنترول، ادمنستريتيف كنترول. كل دي تكنولوجي بستخدمها علشان اعمل ريديوس او ماتيجيت او ترانسفير الريسك، طيب لو اقل الريسك يعني. طيب دي كاتيجوري، خلاص عندي كاتيجوري تاني في بريفنتيف كنترول وديتكتيف كنترول وكوركتيف كنترول. بريفنتيف كنترول دوت عباره عن ايه؟ اللي هو انا بحمي نفسي قبل ما الخطر ما يحصل اصلا، خلاص بريفنتيف كنترول حاجه قبل ما الخطر ما يحصل. مثلا لما تيجي تنام بالليل بتقفل الباب، هل انت عارف ان في حد هيجي مثلا يسرقك؟ لا ده مجرد بريفنتيف كنترول بس. مثلا يوزر نيم وباسورد اللي انت بتحطهم على اي ايميل ليك، ده بريفنتيف كنترول. الكاميرات المراقبه اللي بتحطها ده احتياطي عشان لو حد سرقك، خلاص. بس الكاميرات ديت مثلا لو قفشت حد، لا ساعتها تبقى ايه ديتكتيف كنترول. ديتكتيف كنترول ديت انك ايه بتكتشف الخطر في لحظتها على طول وتصححه، خلاص. طب الكوركتيف كنترول، الكوركتيف كنترول ديت حاجه بقى ايه بتكتشفها بعد ما حصلت. مثلا الكمبيوتر باظ رحت صلحته، مثلا الكمبيوتر كان فيه مشكله صغيره كان ممكن تصلحها، او كان فيه حاجه يعني كان ممكن تعملها الكمبيوتر، مثلا ان هو ايه تجيب له مروحه، مثلا الكمبيوتر بيسخن فتجيب له مروحه، انت طنشت. لو كنت جبت مروحه كان هيبقى بريفنتيف كنترول، فانت طنشت، الكمبيوتر باظ رحت صلحته، انك تروح تصلحه دوت هيبقى ايه كوركتيف كنترول. برضو مثال تاني، لو مثلا كاوتش العربيه بتاعتك انت اشتريته وقال لك ايه ده هيمشي معاك ل 40 كيلو، خلاص مشيت معاه 40 كيلو، بس انت جيت على ايه قلت عشان تضمن برضو جيت على 35 كيلو كده مشيت بيه، بس قلت لا كفايه كده عشان ايه ما يبصش مني او يحصل اي حاجه بعد كده، ده بريفنتيف كنترول، خلاص. بس لو كنت كملت بقى ودوست عليه وباظ منك في الطريق كان ساعتها وجيت صلحه ساعتها كان هيبقى ايه كوركتيف كنترول. برضو مديك مثال اهوت، قال لك بريفنتيف كنترول زي الكنترول انفورسمنت وزي الانكربشن، وديتكتيف كنترول زي الانتروجن ديتكشن ميثود، وكوركتيف كنترول ده بوت ان بليس تو ريديوس سبيسيفيك، مش كامله بقى. طيب دي كده كانت كاتيجوري. عندي كاتيجوري تاني من جهه اللي هو ايه الكنترول ده موجه لمين. عندي سيف جارد كنترول وكاونتر ميجر كنترول. السيف جارد كنترول ده ممكن يكون اوبريشنال، تكنيكال، ادمنستريتيف، وده مالتي لارد كنترول. ده هايزات يوتلايز اول 3 كنترول ذا بيست ديفنس اجينست ا ثريت، اهو بدافع عن نفسي قصاد اي تهديد،
ماشي، خلي بالك دي ذا بيست ديفنس اجانست اثريت، بتدافع عن نفسك قصاد تهديد. طب هل في تهديد دلوقتي؟ لا ما فيش، يعني انا مش بعمل حمايه لحد معين، لا ده انا بعمل حمايه كده وخلاص، فاهم؟ بالاحتياطي بقى عشان ايه لو حصل حاجه بعد كده، زي الباب اللي بقفله. مش قلت لك انا بقفل الباب قبل ما انام؟ خلاص، هل انا بقفل الباب بسبب شخص معين؟ لا انا بقفله كده بس بدافع عن نفسي. اه ديفنس اجانست اثريت، بتدافع عن نفسك قصاد ايه؟ قصاد تهديد ممكن يحصل. خلاص يبقى انا كده بعمل حمايه وخلاص، مش موجه لحد معين. طيب الكاونتر ميجر، لا الكاونتر ميجر دوت، ده انا حصل تهديد عندي، فعشان كده هعمل ايه؟ احاول احمي نفسي. implemented specifically to reduce and identifying and measured risk، اهو specifically معمول specifically ل reduce and identifying measured risk، الريسك حسبته وخلاص وهيأثر عليك، فانت هتعمل ايه؟ هتعمل كاونتر ميجر او هتعمل كنترول خاص للريسك دوت بس. خلاص زي فيزيكال اكسس كنترول، بروكسي سيرفر، وكل الامثله ديت. طيب ممكن يديك مثال هنا بقى، يقول لك الانكربشن مثلا. الانكربشن دوت يعني نوع من انواع الكنترول. ويديك في الاختيارات مثلا تكنيكال ولا اوبريشنال ولا ادمنستريتيف، ساعتها هتقول له ايه؟ الانكربشن دوت تكنيكال. طيب لو قال لك التكنيكال او سوري الانكربشن دوت انهي انواع من انواع الكنترول، واداك في الاختيارات بريفنتيف وديتكتيف وكوركتيف، ها كنت هتقول له بريفنتيف. طيب فممكن يقول لك الانكربشن دوت ايه من انهي انواع من الكنترول، ويحط لك في الاختيارات سيف جارد وكاونتر ميجر، ساعتها كنت هتقول له ايه؟ سيف جارد. خلاص الاسئله في الحته دي بتيجي هي كده يعني. طيب تعالى بقى نشوف اكس بلايت. اكس بلايت ديت شرحتها 100 مره دلوقتي. تكنيك يوزد تو كومبرمايز ذا سيستم، زي ما قلت لك الثريت يبقى اكسبلايت للفورنابيلتي علشان يعمل لك ضرر، او سوري يعني الثريت بيستغل او اكسبلايت فورنابيلتي عشان يعمل لك ضرر. خلاص يعني مجرد بروسيس، هي بروسيس بس مش اكتر، مش هقول لك بقى تكنيك او حاجه، لا هي بروسيس ان الثريت بيستخدم او بيستغل الاكسبلايت او بيكسبلايت او بيستغل يعني الفورنابيلتي اللي عندك علشان يعمل لك ضرر، هي ديت الاكسبلايت. طبعا انا قلت حاجه من ثواني لسه فاكرها، انا قلت لك ان ديت بروسيس مش تكنيك، سوري يعني هي تكنيك برضو. خلاص هي بروسيس او تكنيك بستخدمه عشان اخترق النظام بتاعي. خلاص طيب او ممكن تكون بروسيس بستخدمها علشان اتيك ادفانتج على فورنابيليتي دوت في اللي انا اسبب ضرر للسيستم، صح؟ اكسبلايت برضو ميك بيستخدم اكزيستنج سوفت وير تولز او كاستم ميد سوفت وير كومبوننتس، دي الاكسبلايت. طب الاكسبوجر، اكسبوجر دوت اللي هو بيتعرض له لما يكون الاتاكر عارف ان عندك فورنابيلتي، يبقى انت كده اكسبوجر او معرض ان يحصل لك ايه؟ اتاك، او معرض ان الفورنابيلتي ديت تستغل حد يستغلها. خلاص يعني الخلاصه لو انا عندي فورنابيلتي وفي اتاكر عارف ان انا عندي فورنابيلتي، يبقى انا كده ايه؟ اكسبوجر او معرض ان الثريت يجي لي، ماشي؟ كونديشن اور ستيت اوف بينج اكسبوجد اهو. انفورميشن سكيورتي اكسبوجر اكزيست وين ا فورنابيلتي نون تو ان اتاكر از بريزنت، الاتاكر عارف ان انا عندي ايه؟ فورنابيلتي. خلاص فطالما عارف عندي فورنابيلتي يبقى انا كده معرض ان ثريت يجي لي. طب اللص، اللص دي خساره، اي خساره بتتحملها سنجل انستنس اوف انفورميشن اسيتس سفرنج بسبب الدمج او بسبب الان اوثرايزد موديفيكيشن او اوثرايزد ديسكلوجر او حاجه تتسرق، كل ديت يعتبر لص. طيب بروتكشن بروفايل or security is an entire set of control and safeguard including policy education training and awareness، وشوية ايه policies كده بتحطها اللي عشان الحماية، تزود الحماية يعني. طيب نخش بقى على بعد ما خلاص حددنا ايه الريسك ممكن يجي لنا، what to do with risk، هنعمل ايه مع الريسك. بيقول لك توتال افويدنس. توتال افويدنس ديت يعني ممكن اعمل توتال افويدنس في حاله ان هو ايه؟ لو مش هيأثر على الاوبريشن بتاعي، لان انا لو هعمل توتال افويدنس للريسك دي هتبقى حاجه صعبه قوي. خلاص توتال افويدنس ريسك هتبقى حاجه صعبه، انا ممكن اي اعمل ريديوس للريسك. خلاص اما توتال افويدنس ديت هتبقى صعبه شويه بسبب الاوبريشن زي ما قلت لك. طيب ده كانت اول حاجه. اديك مثال برضو، مثلا لو انا مش قادر اشيل الفيروس اللي عندي، انا الكمبيوتر جاله فيروس خلاص، وانا الانتي فيروس مش قادر يشيل الفيروس بتاعي، يعني مش قادر يعمل توتال افويدنس. خلاص يبقى اعمل ايه؟ ابقى ريديوس الريسك. خلاص طالما انا مش قادر اعمل توتال افويدنس ريديوس الريسك عن طريق مثلا ان اعمل حاجه اسمها كارنت تايم للفيروس دوت لو انا احوطه يعني. طيب دي ده اوبشن. في عندي اوبشن تاني الترانسفير، ات اعمل ترانسفير الريسك ازاي؟ عن طريق انا بريتشيز انشورنس اجانست مين لوس، يبقى اعمل تامين. خلاص مثلا احط الاجهزه عند حد ولو حصل حاجه، او اامن على الاجهزه خلاص، ولو حصل اي ضرر عندي شركه التامين هي اللي هتتحمل الخساره ديت، شو انا هاخد فلوسي زي ما هي. خلاص يبقى ممكن اعمل توتال افويدنس ريسك او ترانسفير الريسك او اكسبت الريسك. انا عارف ان انا عندي ريسك خلاص بقى انا هاكسبت الريسك ده، بس خلي بالك الريسك دوت ايه؟ ممكن يكون لو ريسك
ماشي، زي ما اتفقنا احنا بنعمل حاجه اسمها ريسك كلاسيفيكيشن. انا بقسم الريسك اللي عندي، خلاص لقيت مثلا عندي 10 ريسك، لقيت 6 منهم لو ريسك و4 هاي ريسك، خلاص يبقى انا هعمل ايه؟ هاكسبت الست ريسك الموجودين دولت. الست ريسك دول اسمهم ايه؟ اسمهم ريزيدوال ريسك، ريزيدوال ريسك، خلاص. طيب يبقى كذا خلاص، زي ما اتفقنا. ممكن اعمل ايه مع ريسك؟ ممكن اعمل توتال افويدنس للريسك، ممكن اعمل ترانسفير للريسك، ممكن اعمل اكسبت للريسك. نكون خلصنا شابتر 2. عندك اي سؤال ابعت لي على الميل او ابعت لي واتساب على الرقم دوت. يلا سلام.